ان شاء الله امور خير، ان شاء الله ما في اي assignment lost. We will find them ان شاء الله كلهم. So today we move on to a very very important circuit اللي هي ال adder circuit. تسوي عملية الجمع. هذه most important circuit في الكورس هذا وفي البروجرام كله، لأنه أصلا البروجرام كله اسمه computer engineering، يعني هندسة الحواسيب اللي تحسب. computing، computing يعني إيش؟ اجمع واضرب واطرح واقسم. So عملية الجمع والضرب والطرح هذه يعني very basic very important، أهم operation يعني تسويها الدوائر logic design في الكورس هذا وفي البروجرام هذا. So today أول مرة راح ندخل في أنواع الدوائر هذه اللي تسوي الجمع. هنبدأ بالجمع وبعدين ندخل في كيف الطرح وكيف الضرب والقسمة. لا ما هنشوفها هنا القسمة، وإن كان القسمة هي عملية الضرب أيضا، وحنشوف بس anyway هذه البداية مو introduction، لكن إن شاء الله في كورسات أخرى في المستقبل حتشوفوا تفاصيل أكثر. طيب إذا هدفنا الحين أن نسوي دائرة تسوي addition. So we wanna do a circuit that does adds two binary numbers. So معناته I have this is my goal. I wanna do a digital circuit. Okay, مثلا ممكن نقول والله نبغى نسوي دائرة تسوي جمع حق two 4-bit numbers. فهي عندي A number هذا 4-bit وعندي number ثاني B برضو 4-bit. أبغى أطلع الجمع حقهم. الجمع حقهم طبعاً حيكون 4-bit. يعني الحين لما يكون عندي A يدوين مثلاً something like this و B another number. So الجمع حيكون هنا أنا هجمع حيكون 4-bit برضو. وممكن يكون في something يسموها إيش؟ الكاري over. ممكن يكون في carry over. So النتيجة حتكون you know 4-bit. ممكن نسميها S اللي هو sum. So I wanna basically design this circuit 4-bit adder. So خلينا نعطي أسماء للinput pins والoutput pins. بما أنه هذا number A فخلنا نسميهم A0 إلى A إيش؟ سحيباني مرحبا. هلا بي 0 الى بي نعم الى بي 3. بي 3 احسنت. وهنا ممكن نسميهم اس 0 الى اس 3 برضو. اوكي باسل يا عقل سم. نعم ايش الخطوه الجايه؟ نجمعهم نسوي truth table ولا كيف نصمم دوائر احنا عندنا؟ نسوي truth table ولا صحيح بعدين كيما بالضبط truth table. ما شاء الله نبدا truth table نحط الانبوتس كلهم هنا. اتوقع الجمع يشبه الاور يا دكتور. يشبه الاور نعم. maybe ممكن حتكون فيها اور maybe الله اعلم، بس لازم نصممها عشان نشوف وش قاعد يصير. سو انت نسوي truth table بسم الله. نحط هنا مثلا A3 A2 او نبدأ بالB زي ما تحب. it doesn't matter. اكتب بيصير مستحيل truth table ولا ايواش. مين معي؟ عبد المجيد. عبد المجيد العمري؟ لا مساند. مساند أهلا وسهلا مساند. yes مساند. yeah there is a problem. البروبلم أنه اثنين نصف الجدول حيكون حبيبي كبير صح؟ ايه yeah so that's a problem. نسوي big A0 B0 بس. okay so ونكررها بس. بطل الفكرة مفهومة. يعني الفكرة حنسوي truth table كده، وهذا الـ output نفس الشيء حيكون S3 S2 S1 S0. وبعدين مثلا لو احنا هنجمع مثلا 0 0 0 مع 0 0 0
فالنتيجة هنا حتكون كلها أصفار ولا وهكذا. صحيح. سبوز في الأخير عندنا حيكون في التروث تيبل حيكون في مكان حيكون فيه 1011 وحيكون فيه هنا 0100 فنحط النتيجة 1111. نعم. فيعني حيكون تروث تيبل بس التروث تيبل حيكون كبير مرة حيكون 2 أس 8 اللي هو فيه حيكون فيه 256 انتري. سو يعني الطريقة هذه حق التروث تيبل ما حتمشي ما حتمشي. فيلزم نشغل المخ حقتنا ونشوف الله. الطرق اللي تعلمناها اللي هي حق تفرق تسد حق مش عارف ايش الفانكشنال بلوكس وانك تقسم المشكل كبير المشاكل صغيرة ها ديفايد اند كونكر احسن ديفايد اند كونكر. سو نبغى نفكر في الطرق هذه اللي هي طرق مختلفه غير انك تستخدم التروث تيبل. نحاول نشغل مخنا نشوف هل في طريقه ثانيه اذكى نقدر نسويها. طيب طبعا اوف كورس القصه هذه يعني ناس فكروا فيها عندهم من ممكن 100 سنه او اكثر من 100 سنه واشتغلوا على الموضوع هذا وقعدوا يفكروا فيه. طبعا القصه طويله ما عندي وقت انا اقول ثرو القصه لكن الفكره كالتالي الفكره يعني كيف لقوها ان هم درسوا كيف انهم كيف ان تجمع يدويا وقعدوا يفكروا فيها يعني ملاحظه بسيطه جدا انه انت لما تجمع 4 بت نمبر وش قاعد تسوي قاعد تجمع بت مع بت بت هذه مع هذه تحط النتيجه وتسوي كاري اوفر بعدين تجمع هذا ثلاثة وتحط النتيجة وتسوي كاري أوفر وهكذا. فأنت يعني قاعد تسوي تقريبا نفس العملية تعيد فيها كرر تعيد تعيد في كل عمود في كل عمود أنت قاعد تعيد نفس العملية قاعد تجمع في بت واحدة مع الكاري أوفر كاري أوفر مع البت هذه مع البت من A بت من B تحط النتيجة كاري أوفر بت من A بت من B تحط النتيجة كاري أوفر بت من فقاعد تعيد في نفس الشيء. فهذا يعطينا فكرة إنه أوكي طيب معناته انه ممكن نقسم البروبلم اللي هو كبير اللي هو حق 4 بت باي 4 مع 4 بت صعب هذا ما نقدر نسوي تروث تيبل. طب خلينا نقسمه الى بروبلمز صغار خلينا نسوي نركز على الدائره اللي تجمع 1 بت فقط تجمع فقط ال 1 بت باي 1 بت. فاول مثلا نستخدم الدائره هذه نجمع البت الاولانيه اي 0 مع بي 0 ونطلع النتيجه سم 0. فسبوز نركز على نقسم البروبلم الكبير الى بروبلم الصغار. فسبوز عندي دائره تجمع 2 بتس. طيب اذا عندي الدائره هذه ممكن انا استخدمها كذا مره مره مع a1 a0 مره مع so I can do this. هذه A1 B1 وطلع S1 هذه B2 B3 وطلع S2 وهذه B what B2 B B2 A2 B2 sorry وهذه A3 B3 وطلع S3. so I can do that لأنه في نهاية الأمر أنا بس قاعد أجمع 2 bits في كل في كل مرة بس أجمع البت 0 مع ال مع A0 مع B0 وA1 مع B1 لكن طبعا بزيد عليهم الكاري اوفر. في مشكله الكاري اوفر هذا الكاري اوفر اللي هو ممكن يطلع من النتيجه الاولانيه يعني الدائره هذه لازم ايضا تطلع لي اوتبوت اللي هو الكاري اوفر فممكن اسميه كاري اوت سي اوت. فهذه الدائره لازم ايضا احسب حساب انه ممكن تطلع لي كاري اوفر لما اجمع انا اي 0 مع بي 0 لو هم الاثنين 1 مع 1 حيطلع لي 0 وحيكون في كاري اوت او كاري 1. فالكاري اوت هذا لازم احسب حسابه اذا حيكون اوتبوت حق الدائره الاولانيه. وايضا لازم احسب حساب الكاري ان هذا حيحسب فيه كاري ان في كل عمليه مع كل بوكس في حيكون ايضا بت ممكن يكون جاي من العمود اللي قبله. فاذا كل دائره هذه حتتم بعمود حيكون فيها كاري ان وحيكون فيها كاري اوت. وبعدين كيف حندمجهم كلهم عشان نحل المشكل نسوي الدائره الكبيره اللي هي حقت 4 بت ادر. الجمع سهل جدا. اول شيء الاس 0 اس 1 واس 2 اس 3 موجودين احنا نبغى نطلع هذا من الاوتبوتس هم كل دائره طلع لي كل دائره صغيره طلع لي الاس 0 اس 1 اس 2 اس 3. لكن الفرق فقط انه الربط بينهم ايش انه الكاري اوت حق كل عمود هذا يحسب العمود الاول الكاري اوت حقه لاحظ الكاري اوت حقه يروح ككاري ان حق العمود اللي بعده معناته all I have to do. فقلنا احنا طبعا انه هذا عنده كاري ان كاري اوت كاري ان كاري اوت كاري ان كاري اوت كل دائره فيها كاري ان كاري اوت.
عملية الربط فقط انه ايش نسوي، انه الكاري اوت حق العمود الاول يدخل في العمود الثاني، الكاري اوت حق هذا يدخل هنا. That's it. هذا عملية الربط الوحيدة، انه نربط ناخذ الكاري اوت ونربطه في الكاري ان في الدائرة اللي بعدها بس. والاخير فاذا عندنا طريقة كيف ندمج الدوائر الصغيرة، يعني لو حلينا مشكلة الدائرة الصغيرة عندنا طريقة كيف ندمجهم، لو دمجناهم بالطريقة هذه خلاص. هذا هي الدائرة حقت فور بيت ادر. يس يا سبعين فيها سؤال؟ لا بس بعد اذنك دكتور، اللي هو الاخير نشبكه بالحاله مع ادر ثاني، يعني الاخير اذا في ادر قدامه، اذا انت بتسوي 5 بت تشبكه مع ال 5 بت، اذا ما في خلاص يكون هو يعني جزء من الاوتبوتس اللي حيطلعوا اي على طول على كاري اوت. يعني الدائره هذه ايضا حيكون فيها كاري اوت، لان العمليه هذه لما تجمع انت ممكن يكون في كاري اوت. صحيح. فلازم نخلي اذا يكون بن طالع كاري اوت، ايضا ممكن نخليها كاري ان، نسوي لها كاري ان عشان يدخل فيه. سو في حيكون كاري ان كانبوت، عفوا كانبوت، حيدخل في الفيرست سيركت، السيركت الاولانيه هذه اللي هي سيركت 0. اذا ما نصممها بالطريقه هذه، حنصممها بالطريقه هذه. اذا حنقسم البريك بروبلم اي سمول بروبلمز، وي غانا فوكس على الدائره هذه اللي هي تسوي بس جمع حق 2 بيتس، وبعدين نشبكها بالطريقه هذه. خلاص هذا هو الحل. اذا نركز على كيف نجمع 2 بيتس، كيف نجمع 2 بيتس، هذا هو الحل. So how do we so this slide basically shows you the idea. So هذه كل cell. So this we're gonna call this a cell. This cell adds 2 bits A0 B0 وتعطيك النتيجة S0 أو C0، وفيها carry in وcarry out تدخل هنا. So we're gonna do it cell by cell. وطبعا هذا you can do it 4 bit 8 bit إن شاء الله حتى 32 bit تقدر تسوي أي. فأنت عارفين الويندوز مثلا حقت إن شغالين عليها إحنا مايكروسوفت ويندوز، ليش يسموها 32 bit window؟ لأنه كل العمليات فيها 32 bits، كل الأرقام وكل الحروف كلها 32 bits. فلما كل رقم مخزن في الكمبيوتر على شكل 32 bit، فلما أنت CPU يسوي جمع قاعد يجمع 2 32 bit numbers، لما يسوي طرح يطرح 2 32 bit numbers، لما يضرب 2 32 bit numbers، كل الأرقام 32 bits. ف if we want to do an adder 32 bit we just use 32 cell من السيلز هذه، نشبكهم كده مشبوكين مع بعض بنفس الطريقة اللي تعلمناها وخلاص. That is the adder. So how do we do adding 2 bit numbers? So عندك half adder circuit, very important circuit، وبعدين full adder circuit، وبعدين the whole adder يسموه ripple carry adder. هنحكي ليش يسموه كده الاسم هذا ripple carry adder. وفي another type of adder اللي هو more advanced اسمه carry look ahead، carry look ahead adder CLA، لكن هذا ما حنشوفه في الكورس هذا، it's too advanced، ممكن نشوفونه في كورس ثاني ان شاء الله. اذا الهاف ادر اللي هي السيركت ذات ادز 2 بيتس من غير كاري ان ولا كاري اوت، فاجنور ننسى الكاري ان والكاري اوت، فوكس فقط على ادينج 2 بيتس. فهذا فيري ايزي سيركت، يو هاف اكس واي اللي هم 2 بيتس، وهذا حيكون السم حقتها والكاري. So when you add 0 مع 0 ايش يطلع؟ يطلع 0 والكاري اوت 0. When you add 0 plus 1 يطلع sum 1 والكاري اوت 0. 1 plus 0 يطلع sum 1 والكاري اوت 0. 1 plus 1 يطلع sum 0 والكاري اوت 1. Okay. So what is the circuit given this truth table? So S يساوي ايش؟ sum of which min terms؟ واحد واثنين. هذه حقت السمك شنور. أحسنت. اللي هي إيش؟ من ترم 1 plus من ترم 2 اللي هي تساوي x bar y مع x y bar، ولا؟ نعم. واللي هي حسب ما تعلمنا القاعدة حقتها إيش؟ x نور. ال x or. x or. أحسنت. Very good. الكاري أوت عبارة عن فقط من ترم 3 اللي هو X and Y. Very easy. That's the circuit. So the adder circuit. إذا تنفيذها. هذه X اللي هو bit input. هذه Y. So بالنسبة للsum you do X OR حق X and Y. So X OR. هذا يعطيك السم. X and
وبالنسبة ل carry out you just do and حقت x. Okay, so هذه هي الدائرة حقت يسموها ال half adder. Half adder very basic, XOR و AND لازم تحفظوها. هذه أهم دائرة عندكم في البرنامج كله, من أهم الدوائر. طبعا لسه هنشوف الدائرة تكون كاملة حقت الأدر, بس من أهم الدوائر. يعني الحين أنتم قاعدين تعيشوا لحظات تاريخية. لحظات إيش؟ تاريخية. تاريخية بالنسبة لحياتكم. الله. نعم. For this is the circuit, so S is X exclusive or Y, and we can write it this way. اللي هي بستخدم بوين الجبرا فكينا so, كيف هذه سويناها لقيناها S. لو نسوي نضرب فتصير X X bar عفو X plus X bar مضروبة في X plus Y بعدين مضروبة في Y bar plus X bar بعدين مضروبة في Y bar plus Y. اوكي وهذه اكس اكس بار ايش تعطينا؟ 1 وهذه 1 معناته تبقى هذه بس اللي هي هذه. اوكي طريقه ثانيه انه احنا نعرف انه الحين قلنا ايش قلنا اكس يساوي اكس اكسكلوزيف اور واي صح؟ طيب هذه تساوي X exclusive Y bar bar تساوي double bar. طيب هذه اللي هي X nor نعرف ان هي تساوي X Y or X bar Y bar صح؟ صحيح. بعدين نسوي ديمورغن لو نفك البار الفوقانية فتصير X Y bar مضروبة في X bar Y bar bar وبعدين نفك البار هذه فتصير X or Y مضروبة في X or X bar or Y bar مضروبة في X Y. خلاص واضحة حلوة هذه صح؟ برضو هذه كويس. نعم. Whatever you want. طيب وال C is equal to X and Y أو نحط عليها double bar. هنا بس حط عليها double bar. So these equations lead to several implementations. شو رأيك فيهم الامنتيجن هذا كلهم؟ واجد like them ما شاء الله. اوكي سوي كيف هذا ما وصل لهم كلهم هذا كلهم؟ يعني شوف في عندك طرق كثيرة تحط X and Y. طيب خلينا نشوف بالنسبة للأولانية هذه ما فيها شيء صح لانه هذه اصلا باي ديفينيشن الاكس اور هي كده صح؟ صحيح. اصلا هذه الاكس اور. الثانيه الحين وي جست بروفد ات سو برضو ما فيها شيء. وي جست بروفد انه اس تساوي كده. الثالثه ذكيه مره شوف الثالثه سي ايش قلنا احنا S يساوي X exclusive or Y فنحط عليها double bar تصير X nor bar فالX nor ايش قلنا الX nor هي X Y or X bar Y bar هذا by definition حق X nor وبعدين عليها bar اللي هي البار هذه. طيب بس ايضا عندنا C تساوي X and Y فالسي هذه هنا صارت فلاحظ انه هذا هو نفسه هذا
فممكن نحط بدل اكس واي نحط سي مكانها. يا سلام اها ذكية والله حركة. فنستخدم السي شو الفايدة يعني؟ ما في فايدة كبيرة انه يعني قللت المدخلات ولا اي نعم شوية بدل ما يكونوا 2 اند جيتس اور صار اقل صار في اند جيت واند جيت هنا وخلاص في 2 اند جيتس اور يعني اقصد هي كانت الاكس اكس 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 اور هذه بس ما هي اكس اور ترى انا عارفين اكس اور هي كومبايند جيت صح ما في اكس اور جيت يعني كده هو اصلا اكس اور اصله ايش اصله 2 اور جيتس مع اور تدخل هنا اكس وهنا واي بعدين هذا يدخل اكس بار وهذا يدخل هنا واي بار هذا اصلا الاكس اور وعندك الـ هذا اس السم والسي انك تاخذ الاكس وان واي وتسوي بينهم اند فهو الفكره ايش انه في هنا ثلاثه اند اور بالطريقه هذه صار ما يحتاج ثلاثه اند سو وات وي كان دو از نسوي الاكس اند واي نطلع منها سي بعدين نستخدم السي عشان نحسب اس فما يحتاج الاند اخرى نسوي السي فهنا حنسوي اول شيء اند ما بين اكس بار واي بار بعدين حنجيبها مع اور مع السي وفي نوت في الاخير فاوف كورس يعني هذه لو تقارن الدائره هذه مع الدائره هذه هذه احسن ولا 3 اند جيتس اور هنا في بس 2 اند جيتس اور ذس بيتر وات اباوت ذس وان كيف لقاها كده اكس بلس واي اند سي بار ويل شوف هذه بالنسبه لدي احنا ايش قلنا اس من هذه شوف وي بروفد انه اس اكس يساوي اكس بلس واي مضروبه في اكس بلس واي بار اكس بار واي بار اوكي سو ليتس يوز دي مورغان لو هذه نخليها كده لكن هذه نسوي دي مورغان لو ونحطهم مع بعض تصير اكس اند واي بار طيب اكس اند واي هي سي صح ولا مش صح صحيح صارت سي بار That's it. وسي طبعا قلنا سي يتساوي هنا السي بار شوف السي بار كيف حسبها السي بار حتكون هي اكس اند واي بار ايضا ممكن نحطها كده كاكس بار اور واي بار بس ما لها فايده صراحه anyway اي اي عاد هي العاديه خلاص ف there is many ways to implement this بس اهم شيء الفكره لانه في مشترك بينهم يعني واضح انه سي ممكن تستخدمها في الاس sometimes you can use it like this or you can use it here like this سو سي هذه ممكن نستخدمها في الاس في اند جيت مشترك بين سو هذه هي للتنفيذ البسيط اللي بالاكس اور جيت طبعا احنا نعرف انه الاكس اور جيت زي ما قلت لكم عباره عن تو اند جيتس والاكس اور هذا عباره عن 2 اور جيتس 2 اند جيتس عفوا وبعدين داخلين في اور
هنا X وهنا Y وبعدين هذا يجي هنا not X bar وهذا Y bar. لأنه الـ S تساوي X exclusive or Y اللي هي حسب القاعدة زي ما قلنا هي X Y bar or X bar Y. Okay, so if you want to implement this using NAND only, وهذا فيه سؤال أيضا جاء في الامتحان NAND only, then كل AND نحولها NAND ونحط بعدها NOT, صح ولا؟ صحيح. طبعا هذا حيدخل هنا X وهذا حيدخل هنا Y وكل NOT هنا بحولها أيضا إلى NAND. فهذا ال Y هنا وش في والأول هذه كيف نحولها إلى ناند؟ نحط ناند وقبلها ننفي المدخلات اللي هو بناند. أحسنت, ننفي المدخلات. Very good. So ننفي المدخلات وتصير ناند. طبعا هنا المدخل النوت هذا حينفي النوت هذا والنوت هذا حينفي النوت هذا. إذن هذه الحين النتيجة باستخدام not get, NAND gate فقط. NAND هنا, NAND هنا, NAND هنا. هنا 2 NANDs. Apparently, you can prove it بالبوليان algebra, بس I don't have time to prove it. You can also merge these two. Very smart. Look, you can merge it like this. So الجزء هذا هو نفسه. If you look at الجزء هذا, هو نفسه هذا. صحيح. هو فقط هنا عندي 2 NAND gates فسوى لها merge بناند وحده. It's true, it works, you can prove it. So الدائرة هذه, الدائرة هذه very very important. الدائرة هذه هي XOR. باستخدام NAND gate فقط. شوف أربع NAND gates. مش عارف, مش قاعد أحس إنه فيه هيك excitement. واو really. أوه هذه مشكلة تبعني دكتور إنك ما تشوفه جينا ولا عني وجيك من الفرحة ولا الحماس. ما شاء الله والحماس ممتاز. Good. بس فعلي إن شاء الله بعد... نعم بس بعد إذنك الكاري برضو نجيبه على طول, بس أنا لاحظت وأخذه من هنا على طول على نفاه يعني. كيف الطريقة؟ أيوة لأنه الكاري هو AND صح؟ صحيح. AND حق X والY. نعم. طيب هذا يحسب لك الناند حق X and Y. هنا النتيجة هذه وشو هي X. أها فأخذوا نفاه. نعم نعم صحيح. فخلاص لما تنفيه يصير X and Y. ممتاز. سمارت صح؟ إذا ما يحتاج حتى هذا خلصنا منه. ممتاز. وهذه هي أبسط طريقة باستخدام NAND عشان تنفذ الـ half adder. Talking about half adder now. باستخدام NAND فقط. يعني حتى النوت هذه تقدر تحولها إلى NAND. صح ولا؟ نعم. تحولها يعني إلى NAND كده. بسكيماتيك يعني في الـ ICs. بيكون اللي تحت أوفر علي صح؟ هذا يعني؟ إيه لأنه الـ NAND الوحدة فيها توقع ست أو نعم لو تجيبها كتشيب هذه تشيب واحدة إيه لكن اللي فوق بضطر أجيب two different chips يعني. نعم تضطر ما عندك حل لأنه في عندك AND وOR وأنواع وأشكال, بس هذه تقدر تجيب تشيب واحدة فيها four NANDs وخلاص. طبعا تحتاج أيضا في الأخير not an AND NAND من تشيب أخرى, لكن مش مشكلة هذه NAND ممكن تكون مشتركة في تشيب مثلا. أنه أنت لو تسوي four bit تستخدم 4 chips عشان تجمع الـ X and Y,
وبعدين زيد شيب خامسة عشان تسوي الكاريز فيها أربعة ناندز تحتاج أن كل من تستخدم منها ناند واحدة لكل مجموعة لكل بت 2 بتس فتحتاج في التوتال خمسة شيبس تسوي 4 بت أدر yes okay so الدائرة هذه مهمة جدا احفظوها It's very nice circuit هذه it means XOR so بالله احفظوها لو جات في exam ولا شيء ما تقولوا ما سمعنا ما فهمنا ها بالواضح أقول لكم هذه الدائرة مهمة it's an XOR so you have to remember how it is done XOR بالناند كده أربع ناند تسوي XOR تشبكها بالطريقة هذه X Y جيب كده أول شيء تأخذ الX و Y تدخلهم في ناند بعدين تأخذ ناند هذا مع الX وتدخله في ناند أخرى وتأخذ هذا نفسه هو وتأخذه مع الY وتدخله في ناند أخرى وبعدين هم الاثنين هذا من النتيجة حقتهم تدخلها في ناند رابعة هذه XOR واضح؟ واضح ممتاز Next Now what about the full adder اللي فيه الكاري اللي فيه الكاري so these are all the cases this is the table very simple so عندك 0 plus 0 مع carry in 0 هذا carry in z هو carry in و s is the sum و carry out so 0 plus 0 plus 0 يعطيك 0 carry out 0 هنا 0 plus 0 plus 1 يعطيك 1 carry out 0 هنا 0 plus 1 plus 0 يعطيك 1 carry out 0 0 plus 1 plus 1 يعطيك 0 و carry out 1 1 plus 0 plus 0 يعطيك 1 carry out 0 1 plus 0 plus 1 يعطيك 0 carry out 1 1 plus 1 plus 0 يعطيك 0 carry out 1 واخيرا لما يكونوا كلهم ثلاثه 1 plus 1 plus 1 يعطيك 1 carry out 1 so this is the truth table very simple now we need to do an equation حق c وحق s we can do Carnot لانه هذا تيبل صغير ما عندنا مشكله so we do a Carnot for s so we do the Carnot So هنا this is for s this is x this is y z 0 0 0 1 1 1 1 0 هنا 0 1 so is there a group of 8 no is there a group of 4 No. No. Group of two, like this. ما يمشي. مدام ضحك السحباني ما يمشي. الله يسلمك. طيب. Group of two ما يمشي. هذا familiar. ها؟ هذا ما تصير اللي هو الـ XOR بين الـ X والـ Y. أحسنت. ليش؟ لا واضح أنه هي checkboard. هذه checkerboard. نعم. اللي هي لوحة الشطرنج. ما في اي جروبس بس هي على شكل لوحه شطرنج هذه لما تشوفها على طول تعرف ان هي زي الاود فانكشن نعرف تذكرتوها الاود فانكشن اللي هي x exclusive or y exclusive or z سوي الاكسكلوزيف اور حقهم كلهم اللي هي الاود فانكشن ما في تبسيط لها التبسيط الوحيد هو كده بالنسبه لسي عندك نعم يفرق لو كان معكوسة يعني يفرق لو كان معكوسة يعني الشطرنج الأحمر هذا يسار وهذا يمين ولا تبقى هي إكسور ما تفرق هتكون إكسور نفس الشيء وما تفرق الأوردر تسوي Y قبل Z ولا Z قبلهم it doesn't matter لأنه commutative associative ما عندك مشكلة طيب what about C So, نفس الشيء we have groups of four ما في لكن of two عنا group هذا two هذا two هذا two وكلهم essential كلهم essential ما في حل الجروب هذا ايش يعطينا x واضح انه x هنا وهنا ايش z y ايه ليش عمل يعني هو عمل زد واي
بالترتيب هنا اكس واي زد غلط. مش فاهم كيف مسويها كده غلطان. هذا الحين هنا الحين which one is this؟ اي واي صح، واي واي is one. احسنت. مين قال زد؟ مش عارف. what about this one؟ واي زد. والجروب هذا شاتينا اكس اكس زد اكس زد. احسنت. سو في نهاية الامر it is just اكس واي plus x z plus y z. okay, so هذا هي الإيكواجنس. بس very simple circle, very simple problem, two Carnot maps وطلع نتائج. okay, so these are the equations. ما شاء الله. so very important لحظة تاريخية في حياتكم. وهذا التنفيذ حقتها amazing. شوف s هي x exclusive or y، بعدين نأخذ النتيجة ونسويها exclusive or مع x مع z. بالنسبة للC فيها X exclusive and Y or فيها X exclusive Y. واو and Z. كيف سووا هذه؟ حنشوفها المرة الجاية إن شاء الله يوم الخميس. This is very amazing, very interesting result. فطلع على السيركت هذه النتيجة. لو تلاحظ السيركت هذه تقارنها تشوف إنه الجزء هذا مش هو الدائرة حق الدائرة الأولانية اللي تعلمناها. لا 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 هي الهاف اللي فيها X or and. إذا لا لاحظ إنه فيها جزء فيها هذا مكرر، فيها جزء هذا x or and x or and مكرر مرتين. هذا الحين يفسر لنا ليش هذه الدائرة نسميها full adder، لأنه فيها الكاري إن وفيها كاري أوت. الدائرة هذه نسميها half adder نص. ليش نسميها نص adder؟ ليش؟ لأنه هي اثنين منهم يكونون full adder، يعني full هي نصف full adder. فهمتوا؟ هذه منين جاي كلمة نصف؟ أها. ليش مسمينها half adder؟ لأنه هي الدائرة الصغيرة هذه نصف الدائرة الكبيرة full adder، لأنه اثنين منهم يسوون الدائرة الكبيرة، فهي عبارة عن نصفها. very good. إذن thank you very much for your attention. Please stay tuned for Thursday إن شاء الله نكمل الحلقة الحيل الجاية حق المسلسل. ان شاء الله حياكم الله. اوكي نشوفكم على خير. السلام عليكم. سو اللي عنده مشكله في الهوم ورك يبعث لي ايميل. ها